تمام. طيب اذا الليرنينج اوت كم الرابع حكينا لحد هلا احنا عن 3 ليرنينج اوت كمز. خلصنا الليرنينج اوت كم الاول اذا متذكرين او حكينا عنه. الليرنينج اوت كم الاول كان له علاقه مين بتذكر؟ سبلاي اند ديماند، اسيسنج ديماند للالكتريكال باور والانرجي بشكل عام. How to supply that demand, okay? Matching supply and demand, كان بشكل أساسي of electrical energy. الثاني, learning outcome الثاني كان energy efficiency. عن energy efficiency. كنا بنحكي عن efficiency, energy efficiency, وراح نركز على قطاعين بشكل رئيسي. Buildings, ممكن نحكي شوي عن transportation. Learning outcome الثالث, ركزنا فيه على فكرة major electronics, power electronics, واستعمال الباور electronics في نقل الطاقة من مكان إلى مكان. كتطبيق في renewable resources. learning outcome الرابع راح نركز على في كلمة هون مهمة عم تتكرر اللي هي الجريد. شو الجريد؟ جريد معناها بشكل ككلمة معناها شبكة أو جريد من لها. بس هون أي جريد عم نحكي؟ electrical grid. أوكي؟ لما بنحكي كلمة جريد نضيف عليها كلمة الشبكة الوطنية National Grid. National للشبكة الوطنية. يعني ما بحكي أنا عمالي عن جريد في منطقة محصورة صغيرة، بنحكي عن الشبكة الوطنية كلها، كلها مشبوكة مع بعض. هاي الشبكة الوطنية AC سي ولا DC؟ AC. AC تمام؟ لما بنحكي عن الشبكة الوطنية It's always AC. وكل الشبكة هاي إيش لازم يكون فيه لها؟ ايش بتشترك الشبكه كلها هاي ما دامها اي سي؟ نفس الوظيفه نفس الفريكونسي، مش هيك؟ انها نفس الفريكونسي، اذا سيم فريكونسي سيم فيز فيز. ليش ما قلنا سيم فولتج؟ هي سيم فولتج الى حد ما صحيحه بس شوي متغير بيعتمد على ايش بتغير من منطقه لمنطقه. تمام، هذا السبب. بس في سبب ثاني كمان دكتور، ممكن تنقل الكهرباء من مكان لمكان في مرات تخسر عشان الظروف اللي حكاه هو هون، انه في عندي دروب مثلا، ممكن يصير في فولتج دروب في مناطق. بس في سبب ثاني ليش الفولتجز مختلفه في الشبكه الوطنيه. ممكن في ستيب اب وستيب داون. ستيب اب وستيب داون، مش احنا بننقل الفولتج على فولتجز عاليه وبعدين بنعمل له ستيبنج اب وستيبنج داون، مضبوط؟ اذا احنا هون بنقول لوسلي سيم فولتج. اوكي، الفولتج الفولتج از ا لوكال فيريبل، الفريكونسي از ا جلوبال فيريبل. الفريكونسي كلها في كل الشبكه مع الشبكات الاخرى اللي احنا مشبوكين عليها، زي ايش؟ زي مصر والعراق قريبا مثلا، لبنان، سوريا. اوكي، كله هذا له نفس الفريكونسي. فبنقول في كلمه مشهوره هي frequency is a global variable. Voltage is a local variable. فريكونسي طبعا نفس الفيز. فهي الشبكه كلها الاي سي الجريد هي اي سي، في غالبيتها اي سي. في بعض مناطق في العالم في اجزاء منها بتكون دي سي، بس احنا كله اي سي. اي سي ستاندز فور alternating current. تمام، اللي هو بالعربي تيار متردد او المتناوب. في ناس متناوب او متردد. اوكي، إلى نفس الفريكونسي. قديش الفريكونسي عندنا؟ في الأردن؟ 50. 5. إلى نفس الفيز، أوكي؟ والفولتج لوسلي بنقول نفس الفولتج، بس في فاريشنز بالفولتج، زي ما أنتم حكيتوا، ممكن يصير في فولتج دروب من منطقة لمنطقة.
ممكن اعمل ستيبنج اب وستيبنج داون عشان انقل الفولتج من مكان لمكان. اذا هذا كله الاحمر اللي هون بتعلق بالناشنال جريد، ناشنال الكتريكال جريد، الشبكه الكهربائيه الوطنيه، اوكي؟ واللي هي الكلمه وين تكررت هاي؟ هيها وهيها. هلا هذا الليرنينج اوت كم عماله بتطلع، لاحظ الكلمه هون الاولى كلمه انفستيجيت، فالمفروض انت تعمل انفستيجيشن، اطلب منك تطلع وتجيب انت معلومات وتبحث في هذا الموضوع تو انفستيجيت. امباكت، ايش الامباكت معناها؟ ايش كلمه امباكت؟ الاثر. امباكت اوف رينيوبل ريسورسز. شو رينيوبل ريسورسز الرئيسيات اللي بنحكي عنهم في هذا السياق؟ سولار ويند او بي في حتى. ندرس الاثر، اثر شبكه الرينيوبل ريسورسز على الجريد، اثار ممكن في اثار سلبيه اني حطيت الرينيوبل ريسورسز على الجريد، والفيريس ايشوز الاشياء اللي تنشا. ايش الكلمه اللي هون؟ انتجريشن. ايش انتجريشن معناها؟ مش تكامل، مش تكامل هون معناها. ايش معناها هون انتجريشن؟ دمج. دمج ايش عمالي بدمج ايش مع ايش؟ رينيوبل، عم ندمج الرينيوبل ريسورسز عم ندمجهم مع الجريد، مش هيك؟ عم بتصير هي جزء من الجريد، في حين الرينيوبل ريسورسز ما كانت قبل 20 سنه ما كانت جزء من الجريد، تمام؟ اذا هون كلمه انتجريشن معناها دمج هذول الريسورسز مع الجريد، الرينيوبل ريسورسز مع الجريد، تمام؟ ايش المشاكل اللي ممكن تنشا بسبب دمج الرينيوبل ريسورسز مع الجريد؟ ما بعرف اذا انتم بتعرفوا، ممكن عندكم افكار معينه. ايش الايشوز اللي بتنشا عندنا من دمج الرينيوبل ريسورسز مع الجريد؟ بصير اذا الشغله بتصير انه بصير في تغذيه للشبكه بدل ما انت كنت تسحب من الشبكه. ممتاز، اذا احنا هون بطلت عندي الفلو تبع الانرجي كان باتجاه واحد زمان. من وين لوين؟ من الأماكن التوليد الرئيسية المركزة إلى المستهلكين. الرينيوبل ريسورسز صار ممكن يكون المستهلك نفسه عنده رينيوبل ريسورس، مش هيك؟ فهو أحياناً بسحب من الشبكة وأحياناً برجع للشبكة، مزبوط؟ إذن هاي صارت أحد الأشياء اللي صارت عندي هون، صار لازم الشبكة إنها تستطيع تعمل باي دايركشنال فلو أوف إنرجي أند باور. الإنرجي والباور هاز تو فلو إن بوث دايركشنز، تمام؟ هاي شغله، نعم تمام كويس. في كمان اللي هي انه هذول الريسورسز بيعتمدوا على الوذر بشكل عام، تمام. شو سميناهم هذول؟ استعملنا لهم تعبير هاي النقطة. مين بتذكر الكلمة؟ ما بعرفش إذا حكيناها ولا لا. عندنا أول إشي حكينا عنه bidirectional flow of energy. bidirectional flow of electrical energy and power. ايش الكلمة اللي حكيتها؟ كان انه الانرجي الريسورسز هذول بيعتمدوا على الوذر، راح هذا غير الديماند. تمام، في لها كلمة هاي حكينا عنها كلمة intermittence. هاي كلمة راح تتكرر كثير معنا خلال هذا الكورس. ايش يعني intermittent في اللغة العربية؟ intermittent معناها متقطع. intermittent متقطع، مين المتقطع؟ الباور اللي جاي من الرينيوبل ريسورسز، تمام؟ متقطع، وهذا طبعا رح تسبب لنا مشاكل. الباي دايركشنال فلو اوف انرجي لازم الان اني اسمح انه يكون في عندي باي دايركشنال فلو اوف انرجي بالاتجاهين. ايش كمان من مشاكلهم؟ وجود الباور الكترونكس في الرينيوبل ريسورسز بسبب انه يصير في عندنا
هارمونيك ديستورشن، هارمونيكس رح نحكي عنهم. اذا هون هارمونيك ديستورشن هون بكريد احد الاشياء رح ندرسها هي الهارمونيكس. رح نطلع على فكرة الهارمونيكس. هارمونيك ديستورشن رح يصير في تأثير من الرينيوبل ريسورسز على الجريد بسبب الهارمونيكس اللي موجودة فيها. الانترميتنس ممكن يؤدي للانستابيليتي في الشبكة، لأنه بكون أنا فترات عمالي باخذ من الرينيوبل ريسورس بعدين بتوقف فجأة الرينيوبل ريسورس. واحد الأشياء المهمة رح ندرسها بهذا الجزء هو السمارت جريد وستورج. السمارت جريد هي أحد الطرق حتى تعمل بالانسينج للشبكة. من التوبكس اللي مين الجريد؟ على اي جريد عم نحكي؟ على نفس الجريد اللي هون، بس هاي شو تميزت؟ سمارت، في حين الاصليه هي كونفنشنال. كمان من الاشياء رح نذكرها هون ستورج. ستورج لايش؟ للالكتريكال. تفيحهم